أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان دعم الغرفة الكامل ووقوفها إلى جانب معرض الاختراعات الدولي الثامن في الشرق الأوسط لإيمانها بأنه لا اقتصاد من دون اختراع. معرض الاختراعات نجح في استقطاب عشرات الاختراعات والابتكارات التي تتجلى في تبادل الخبرات الثقافية وتمثل حلقة وصل بين الفكر وتسويقه. لنتابع. عمره لا يتجاوز 8 سنوات، ولكنه استطاع أن يحتل مرتبة أولى في المعارض العالمية التي تهتم بالاختراعات والمخترعين. المعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط، والذي افتتحت أبوابه للعقول النيرة ب 120 مخترع. نحن مشروعنا هيدي الشنطة وقتها بتمشي هي بتلحقكم وين ما كان، بس مش بس هيدا السيستم الرئيسي، هيدا كمان هيدي الشنطة في شيء اسمه سكيورتي سيستم، يعني إذا حدا ضيعها أو حدا سرقها فيها جي بي إس وبنقدر نشوف على الأد وين اللوكيشن تبع هيدي الشنطة على الخريطة. الاختراع عبارة عن جهاز يقيس المسافة بين السيارة اللي ورا وبينك، كل ما قرب يولع لك ليت تنبيه أقوى. إذا وصل المسافة الغير مسموحة في البلاد يصوره ويطرش حق المرور. 20 مخترعا كويتيا يتنافسون مع مخترعي العالم في هذا المعرض الذي يسخر بمشاركات فعالة وعدة ابتكارات جديدة. الاختراع هو مثل قفشة مصممة فيها مثل الحواف عشان الياه لما يعضها أو أي حد عشان ما تخليه يطق بأسنانه، عشان تخليه يطلعه بطريقة صحيحة. المشروع عبارة عن سيارة بيئية يتكون من عقل الكتروني، سنسر يحسب لي نسبة ثاني ثيل الكربون واكسجين، وعندي اللي هو المروحة تاخذ طاقة الرياح تحولها حق طاقة كهربائية. وعندي جهاز تصفية. عقل الكتروني مبرمج عن طريق اللابتوب نسبة معينة اللي هي 30%. زادت فوق 30% راح يدز عقل الكتروني راح يدز إشارة حق جهاز تصفية، فجهاز تصفية راح يصفي الجو والإشارة تشوف خضراء بحيث أن السيارة يروحون وجهاز تنقية يصفي للجو. شاركنا الحمد لله في جهاز قياس المواد البلاستيكية تحت الظروف القياسية الصعبة، هذا أول ظهور للجهاز حقيقة يعتبر الأول من نوعه يعني في المنطقة، يقيس المواد البلاستيكية تحت الظروف الصعبة المشابهة لحقول النفط والطيارات. معرض يعد فرصة للمخترعين والموهوبين لعرض ابتكاراتهم، والذي وضع الكويت على خارطة الدول التي تهتم بالعلم والعلماء. ثاني مشاركة لي في المعارض، أول معرض أنا شاركت في ألمانيا في 2012 وأخذت الميدالية الفضية بفضل الله على هالاختراع. هذا أول مشاركة لي بالكويت، وفعلا الأجواء تقريبا مشابهة للأجواء في ألمانيا، يعني في الكم المخترعين الموجود في الأجهزة أو الاختراعات اللي مشاركين فيها المشاركين. شيء ما ينوصف صراحة، وبالنسبة لنا يعني هاي فرصة حلوة أن احنا نشارك هنا ونطلع الاختراعات الثانية الموجودة، وخاصة إذا نقارنها بالمعارض الثانية. إنزين هاي معرض يعني وايد وايد قوي، وشفنا فيه وايد أشياء حلوة وأشياء وايد قوية بصراحة، يعني ما توقعنا المنافسة بتكون بهالقوة. يعني قد تكون الحاجة أم الاختراع كما هو شائع، لكن هناك ثلة من الشباب اختارت ميدان الاختراع معتمدين على الموهبة والذكاء والطموح للمزيد من المعرفة في عالم البحث والتنقيب على غير المسبوق. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.